الفن من أجل التغيير هو موضوع مهم جدا، وأنا متواجد حاليا هنا لتقديم ورشة حول السياسات الثقافية. تعتبر السياسات الثقافية موضوع هام جدا، موضوع هام جدا، لأنه إذا أردنا أن يكون هناك تغيير في ميدان السياسي أو ميدان الاقتصادي أو حتى الاجتماعي، يجب تأثير ما يسمى بالسياسات الثقافية، لأن السياسات الثقافية هي أساس تدخل الدولة في المجتمع. السياسة الثقافية هي سياسة عامة تمكن الدولة من وضع أهداف، استراتيجيات، برامج للقطاع الثقافي. بعد الثورات التي حدثت في المنطقة العربية أصبح لموضوع السياسات الثقافية أهمية بالغة، بما يشكله من عضو أساسي كما قلت وعنصر أساسي في التغيير. تحديات كثيرة تطرح اليوم في ظل التغيرات التي تحدث في المنطقة. يجب أن أشير قبل ذلك أنه توجد عدة مجموعات حول السياسة الثقافية في البلدان العربية تعمل على صياغة وثيقة سياسة ثقافية تسمح للدول أن يكون لها قطاع ثقافي ناجع، قطاع ثقافي مؤثر على المجتمع. من بين هذه الدول يمكن أن أتكلم على مثال مجموعة العمل حول السياسة الثقافية في الجزائر التي أنا عضو فيها، والتي قامت مؤخرا بطرح وثيقة سياسة ثقافية متكونة من 13 فصل يفصل ويقدم بالتفصيل أهداف السياسة الثقافية. من خلال هذه الوثيقة نطمح إلى تجسيدها ووضعها يعني في الميدان حتى يكون لها تأثير فعلي على الناشطين الثقافيين. داخل هذه الوثيقة يمكن أن نجد على سبيل المثال تعريف الثقافة الوطنية، كيف يمول القطاع الثقافي، وكيف يمكن وضع أدوات تقنية يعني حتى تكون لدينا رؤية واضحة على استعمال المال العام. يعني هذا مثال من بين أمثلة أخرى يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار في دول أخرى، حيث أن مجموعة العام حول السياسة الثقافية في الجزائر تعتبر اليوم مثال في طرح وثيقة منقحة، وثيقة كاملة يمكن الاعتماد عليها لما لا في دول أخرى.